تدبير الصندوق الوطني لتنمية الرياضة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. تفضلوا السيد النائب. سيد الوزير، عن صندوق الوطني لتنمية الرياضة ونسائلكم. جواب سيد الوزير. الصندوق الوطني لتنمية الرياضة هو بطبيعة الحال يدخل ضمن خانة الحسابات الخصوصية أحدث بموجب قانون المالية كباقي الصناديق، يخضع لنفس المساطر. الأمر بالصرف نتاعو هو وزير المكلف بقطاع الرياضة. القطاع المالية يشتغل في الآليات أو في الأجهزة التدبيرية التي تمول هذا الصندوق. الهدف أننا نطلعوا الموارد نتاعو حتى يتمكن من لعب دوره كاملا في تنمية البنيات الرياضية التي من أجلها أحدث. تعقيب سيد النائب. أخاطبكم بصفتكم لكم قبعتين، قبعة رياضية وقبعة مالية، وبهذه الصفتين تنذكركم على أن مدينة فاس تحتضر رياضيا البنية التحتية غير متواجدة، وأذكركم بالملعب الكبير التي عرف حالة وأنتم راكم تتعرفوها، وأذكركم بملعب مفتوح بمقاطعة جنان الورد بعد ما تأسس وورطناه على الاستقلال التي استقبل 13 فريق من الهوات تحت العصبة، وأذكركم على أن 46 فريقا من العصبة ديال كرة القدم كلهم تيستقبلوا بأربعة ملاعب بملاعب سعديين، وبهذا أنتم تتبقوا مسؤولين على الهرم الرياضي خصوصا كرة القدم. أنا ما غاديش ندخل معكم على الاختلالات اللي تتعرفها تدبير أو دعم اللي عرفوا مركب محمد الخامس أو الاختلالات اللي عرفها بعض الجامعات الرياضية. أنا ما يهمني هو مدينة فاس ترجع للمصاف الرياضي ديالها خصوصا البنية التحتية. كما أطلب من سيادتكم على أن المنتخب الوطني لكرة القدم هو ملك المغاربة. شكرا سيد نائب، شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير. شحال باقي لي الوقت؟ باقي 30 دقيقة ثانية. بقبعة لا الجامعة ولا الوزارة، مركب محمد الخامس المسؤول عليه هو مجلس مدينة الدار البيضاء حتى توضع الأمور في نصابها. للحديث عن مدينة فاس وتجهيزاتها الرياضية، لا هو تكلم على مركب محمد الخامس، أنا أنصت بإمعان. لمدينة فاس، أعتقد بأن مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كيتسع لأكثر من 40,000، وهذا المركب إن شاء الله سيحظى بشرف أولا تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 اللي غيحصل عليها بلدنا، وثانيا بشرف احتضان كأس العالم وغيكون في المدن المترشحة ل 2030، وغادي يمكن أن هذا الملعب يعرف إصلاحات جوهرية. مدينة فاس عرفت إصلاحا شاملا لملعب الحسن الثاني بفاس، هذه المعلمة الرياضية لليوم واللي كتسع لحوالي 10,000 متفرج، وكان خصها إصلاحات ضرورية. أنا ملعب الحسن الثاني شرفت عليه شخصيا. على إيه؟ شكرا سيد الوزير.